التحديث مفتوح، لا يوجد هناك أي تحديد لمدة التحديث مفتوحة. اثنين، كان هناك زخم في هذه المراكز للسيطرة على حالات التلاعب الموجودة اليوم تماشية مع الخدمة المقدمة وتسهيل هذه الخدمات للمواطنين. تم الإعاز بفتح 4 مواقع وإن شاء الله الخامس خلال 2 أو 3 في مناطق أطراف بغداد، لا توجد حاجة إلى القدوم إلى معرض بغداد، سيكون مراجعتهم مراكز قريبة من منازلهم ومناطقهم.